طيب نأخذ تمرين آخر. وتمرين آخر بيقول في حالة ما إذا تمكن أحد المستثمرين من توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بأحد المشروعات الاستثمارية والظروف المتوقعة واحتمالات حدوثها على النحو التالي. طبعا احنا بنتكلم في جدول معطى هيبقى عبارة عن معطيات، في مدي لك حالة من الرواج وحالة من الاستقرار وحالة من الكساد، وقال لك الرواج في حدود 50% والاستقرار 40% والكساد 10%، وبعدين المطلوب من حضرتك تحسب لنا القيمة الحالية المتوقعة في ظل الظروف المختلفة اللي هو الرواج وفي الاستقرار وفي الكساد. يبقى دلوقتي احنا عندنا معطيات، وهي المعطيات اللي مكتوبة امام حضراتكم الان باللون الاسود، يعني كل ما هو مكتوب في الجدول اللي انتم شايفينه امام حضراتكم هو ده معطى من المعطيات. انت بس المطلوب من حضراتكم انك تكمل هذا الجدول. يبقى اذا دلوقتي ال 40 80 80 40 20 دي القيمه المتوقعه للتدفق النقدي خلاص في السنوات الخمسه في ظل حاله الرواج، وبعدين 30 60 60 20 30 12 دي برضو معطيات بس في حاله الاستقرار اللي هو كان بنسبه كام؟ بنسبه 40%، اما الرواج كان بنسبه 50%، الكساد كان بنسبه 10%، والارقام بتاعته 16 4 30 34 20 10. يبقى الارقام بتاعتنا دي معطيات المكتوبه باللون الاسود، دي معطيات. المطلوب من حضراتنا الان بيقول لك ايه؟ احسب المطلوب احسب صافي القيمه الحاليه المتوقعه في ظل الظروف المختلفه اللي هي الرواج والاستقرار والكساد. ازاي اعمل؟ لازم تصمم هذا الجدول ونحسب من خلاله ونمشي بالخطوات اللي احنا هنتبعها الان. طيب اول عمود زي ما انتم شايفين هو السنه، العمود الثاني معامل الخصم، انا اللي حسبته الان دلوقتي 909 من طبعا بالزاي حسبناه برضو بالطريقه المعهوده اللي هي 1 على 1 و10 من 100 اس 1 نحصل على الرقم هذا، 1 على 1 و10 من 100 اس 2 احصل على الرقم هذا، 1 و1 من 10 اس 3 احصل على الرقم هذا. تمام، خلاص اتعلمناها مرارا وتكرارا. اضرب الرقم هذا في الرقم هذا احصل على الرقم العمود هذا. تمام، يبقى القيمه الحاليه المتوقعه تساوي في حاله الرواج تساوي عامل الخصم ضرب القيمة المتوقعة للتدفق النقدي. طب لما اضرب الرقم ده في الرقم ده هيساوي الرقم ده. يلا يبقى دلوقتي هتساوي على طول بالآلة الحاسبة هنحصل على 36.3 36.3. طب لما اضرب 826 في 80 هحصل على 66.080. طيب لما اضرب 751 من 1000 ضرب 80 هحصل على 60.08. طيب بعد كده هحصل على كام؟ هحصل على 27.32. بعد كده هحصل على كام؟ 12.4. طيب هجمع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده، كل هذه الارقام الزرقاء مع بعضها، هحصل على القيمه الحاليه المتوقعه للتدفقات الداخله اللي هي هتبقى بالظبط الرقم اللي انا هكتبه ده. هيبقى 202 فاصل كام؟ فاصل 26. يبقى 202.26 دي مجموع التدفقات او القيمه الحاليه المتوقعه للتدفقات الدخل. طبعا القيمه الحاليه المتوقعه للتدفقات الخارجه في هذا المشروع كام؟ في هذا في في, في 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 المشروع بس في حاله الرواج كان كام؟ 160. وطبعا دي من ضمن المعطيات، 160 في حاله الرواج الخارجه، في حاله الرواج 160، وبرده من ضمن المعطيات الخارجه في حاله الاستقرار كانت 140، وبرده من ضمن المعطيات اللي كانت الخارجه التدفقات المتوقعه الخارجه في ظل الكساد كانت 80 بس في ظل ايه؟ الكساد. يبقى احنا حسبنا دلوقتي القيمه الحاليه المتوقعه للتدفقات الداخله 202، وعندنا القيمه الحاليه المتوقعه للتدفقات الخارجه من المعطيات بتاعتنا ان هي 160، هقول هذا ناقص هذا، الداخله ناقص خارجه، هحصل على الصافي. طب 202 ناقص 160 يساوي كام؟ هيعطيني بالظبط حوالي 42 فاصل 26. بنفس الطريقه زي ما عملت في حاله الرواج هعمل في حاله مين؟ الاستقرار. طب يلا نشتغل في حاله الاستقرار كده، نعمل مثلا انت بتقول لي ايه دلوقتي؟ عندنا دي نقطه 30 60 60 30 12، يبقى 30 هضربها 909 هحصل على هذا على هذا الرقم، 60 في 826 هحصل على هذا الرقم، بعد كده 60 في 751 هحصل على هذا الرقم، 30 في 683 على هذا، 12 في 621 هحصل على هذا. خلاص اجمعهم مع بعض احطهم هنا. يلا ننفذ الكلام اللي احنا حكينا. يلا 30 في ضرب 909 من 1000 هيعطيني 27.2 اللي بعد كده 49.5 اللي بعد كده 45 فاصل
صفر ستة، اللي بعد كده 20.4، 20.4، بعد كده 7.45. طبعا هجمع هذه الارقام كلها مع بعضها، هحصل على التدفقات او القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات الداخلة اللي هي تعطيني في حالة الاستقرار تقريبا بالضبط 146.9، 146.9، بس الكلام ده في حاله الايه؟ الاستقرار. لو طرحت 146.9 ناقص 140 اللي هي الدخله ناقص الخارجه يعني، احصل على كام بالظبط؟ احصل على 6.9. طبعا احنا لازم بس ناخد بالنا من حته مهمه، ان كل الارقام اللي موجوده عندنا دي بالالاف، يعني ديت 6900 ودي 42260، عشان يبقى واضحه الامور. يبقى ان كل الارقام هذه، كل هذه الارقام، الارقام بالايه؟ الارقام بالالاف. خلاص عشان يبقى الامور واضحه. بس بعد كده القيمه المتوقعه في حاله الكساد اللي هو عندنا بنسبه 10%، كانت المعطيات 16 34 34 20 10، هضرب هذه الارقام برضو في معامل الخصم اللي هو مكتوب باللون الاحمر في البدايه هنا، معامل الخصم عند 10% اهو. خلاص اضرب ده في ده وده في ده وده في ده، هحصل على هذه الارقام زي ما عملت من شويه. طيب يلا ننفذ الكلام هذا، ننفذ الكلام بتاعنا. بنقول دلوقتي 16 ضرب 909 من 1000 هتعطيني 14.5، بعد كده هتعطيني 28، بعد كده هتديني 25.5، بعد كده هتعطينا 13.6، بعد كده هتعطيني 6.2. طيب لو جمعت الارقام الزرقاء دي مع بعضها هحصل على القيمه الحاليه المتوقعه للتدفقات الداخله اللي هي تقريبا هتساوي 87.8. طيب لما اطرح ديت ناقص ديت، الداخله ناقص الخارجه، هحصل على 7.8 من ايه؟ 7.8. يبقى دلوقتي انا حصلت على ايه؟ الرقم ده ها في حاله الايه؟ ها في حاله الرواج، والرقم ده في حاله الايش؟ في حاله الاستقرار، والرقم ده في حاله الايش؟ في حاله الكساد. يبقى اذا انا حصلت دلوقتي على صافي القيمه الحاليه المتوقعه في الحالات الثلاثه، الرواج والاستقرار والكساد، وكان هو ده المطلوب الاول اللي ممكن تطلب بيه في هذا التمرين.